نعم. يا شيخ عفى الله عنك، بعض الشباب يضايق الكفار في الطرق. يضايق ايش؟ الكفار في الطرق قد يؤذيهم، هل هذا جائز؟ إيذاء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق محرم ولا يحل، لكن إكرامهم وإفساح المجال لهم هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. وليس المعنى أنه يؤذيهم ويرصهم مثل على الجدار ما أشبه ذلك، لأن الكفار اليهود موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولم يكن يعاملهم بهذه المعاملة في الإيدة، بل كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يقتضيه العهد.